السلام عليكم طلابنا الأعزاء. الجزء الثاني من محاضرة المستضد، وأعتقد أغلب الطلاب محتاجين يعني يستفسرون عنها، لأن أعتقد إحنا نسيناها نشرحها ونركز عليها بالمحاضرة. هو الإندوجينس والإكزوجينس أنتيجين. مثل ما ذكرنا إحنا الإكزوجينس أنتيجين، أعتقد إحنا هم ذاك راح نتطرق لها بالأدابتيف إميونيتي، يعني بالمناعة المكتسبة. الاكزوجينس انتيجين انتيجينات هي اللي تدخل الجسم من الخارج. مثال عليها الاستنشاق او الانجسشن، يعني عن طريق الاكل او بالحقن. مثال عليها البكتيريا الباراسايت. هنا بهاي العمليه اللي خلايا اللي تقوم بهذه العمليه هي الانتيجين برزنتك سيل، راح تلتهم هذا الاكزوجينس انتيجين، عملية الاندوسايتوسيس او الفاجوسايتوسيس. بعدها وظيفة الانتيجين برزنتنج سيل موجودة عندنا بالتقسيم الخلايا المناعية، هي عندنا ثلاث خلايا مهمة: بي سيل والماكروفاج والدنتريتك سيل. واذا تتذكرون احنا اكدنا انه اكفأ خلية من ناحية تقديم الانتيجين وتقطيع الانتيجين هي الدنتريتك سيل، بسبب انه التركيب الاستراكشر مالته يحتوي على تشجرات دندرتيز. هاي الخلايا الانتيجين برزنتنج سيل من تقوم بعملية التهام الانتيجين، قلنا خلينا نقول اكسترا سيلولار بكتيريا، راح تقوم بعملية تقطيع. بعد ما تقوم بعملية تقطيع، عملية معقدة داخل الخلوية، تذهب الى الشبكة البلازمية الداخلية اندوبلازميك ريتيكولوم. بعدها تقوم بنقل هذا الانتيجين المقطع، الانتيجين عبارة عن بروتينات كومبلكس بروتين، تقوم بتقطيعه الى بيبتايد. هاي البيبتايد راح تقوم بتقديمه الى السطح، فبرزنتنج يعني عملية تقديم الانتيجين الى الخلايا المناعية المتخصصة. فهنا تقدمه عن طريق ريسبتر على موجودة على انتيجين برزنتنج سيل هي الام اس سي. الام اس سي هي ميجر هيستوكومباتيبلتي هيستوكومباتيبلتي مولكيول تايب 2 بحالة الاكزوجينس. انتبهوا 2 نحكي على الام اس سي، يعني احنا ما عندنا، انتم الظاهر ما عندكم باك جراوند عليها لان اختصرنا المحاضرات عليها. فالام اس سي كلاسيفيكيشن ميجر هيستو كومبارتي كومبلكس كلاس 1 وكلاس 2. الكلاس 1 موجوده على اليمن على كل الخلايا اللي تحتوي على العنويه ما عدا الار بي سي. الار بي سي ما تحتوي على النواة، موجودة على كل الخلايا. هاي الام اس سي كلاس 1 مرتبطة بتقديم الانتيجين الاندوجينس. كلاس 2 احنا شرحناها هسه بالاندوجينس انتيجين، موجودة على خلايا الانتيجين برزنتك سيل، ذكرناها البي سي ال ماكروفاج والدنتريتك سيل. اسوشيتد ويز اكزوجينس انتيجين reproducible outside the cell membrane bound، هنا تكون مرتبطة بالانتيجين. هنا واضح التصنيف. بعدها نبدي نرجع على المحاضرة. فالانتيجين برازيتك سيل هنا عملية الاكزوجينس انتيجين تقوم بتقديم الانتيجين وعلى سطح خلاياها، على سطح الخلية بريسبتر الام اس سي 2. هنا المن تقدمه الاكزوجينس، تقدمه بحاله الاكزوجينس انتيجين تقدمه الى تي هيلبر سيل. تي هيلبر سيل يسمونها سي دي 4 بلس، تحتوي على مستقبلات يسمونها كلستر اوف ديفرنشيشن، اختصارها السي دي، والفور هي يعني ارقام للريسبتورات للخلايا المناعيه. فالبلس هنا يعني هذه الخليه تحتوي على السي دي 4، النيجاتيف لا ما تحتوي. فدائما تي هيلبر، اذا شفت سي دي 4 سيل معناها تي هيلبر سيل. بها تقسيمات هواي، فاحنا هنا نعطيها بس كالجنرال عموما انه تي هيلبر سيل. عمليه تقديم الانتيجين قلنا احنا عندنا ام اس سي شوفكم الرسم
عملية الاكزوجينس انتيجين، انتيجين بريزنتنج سيل تقوم بعملية انجلفنج، عملية التهام للاكزوجينس انتيجين، تقوم بعملية تقطيعه بعد بلا اندوبلازميك ريتيكولوم. هنا يتحد الام اس سي المنتج داخل الاندوبلازميك ريتيكولوم مع الببتايد المقطع الخارجي، وتقوم بتقديمه مثل ما تشوفون هنا بالماوس. هنا تقوم بتقديمه على السطح بمن بالارتباط مع الام اس سي كلاس 2، تذكروا بالاكزوجينس 2، تقوم بتقديمه الى التي هيلبر سيل هي السي دي 4. هذا واضح. الاندوجينس انتيجين، شو اقصد بالاندوجينس انتيجين؟ احنا قلنا اكزوجينس يجي من الخارج. الاندوجينس انتيجين يا اما خلايا مصابه بفيروس، تيومر سيل، او انتراسيلولار بكتيريا، يعني بروتين منتج داخل الخليه او بكتيريا. هي اصلا انواع البكتيريا مثل ما ذكرنا احنا، البكتيريا بها انواع، هي انتراسيلولار واكستراسيلولار، بينما الفيروس لا، ما دام يتكاثر داخل خلوي فهو يعتبر الاندوجينس انتيجين، مستضد داخلي يعني يتولد داخل الخلايا. فمن يجي الاندوجينس انتيجين؟ اندوجينس مثل هنا عندنا الفيروس او تيومر سيل. تيومر سيل عاده تيومر سيل خليه، يعني خليه طبيعيه ما تتوجه ضدها مناعه، لكن تيومر سيل راح يعطي بروتينات يعتبرها الجسم غريبه. فمن يتكون البروتين هنا عمليه التقطيع مالته نفسها، نفس العمليه، بس ما مثل ما ذكرنا احنا هناك، هنا تقوم بها فقط الانتيجين بريزنتنج سيل، هنا تقوم بها كل الخلايا من ضمنها الانتيجين بريزنتنج سيل. اي خليه تحتوي على نواه هي تقوم بعمليه البروسيسنج للاندوجينس انتيجين، سواء كانت خليه اي في اي جهاز، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، لان مثل ما تعرفون الفيروس يدخل باي خليه، اي خليه سواء كانت جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز عصبي. فبعد ما يبدي تقطيعه يقوم بتقديم هذه الخليه على السطح. هنا عمليه التقطيع تقوم بارتباط الببتايد المقطع مع الام اس سي كلاس 1، انتبهوا بالاندوجينس انتيجين، تقوم الخلايا بارتباطها مع الام اس سي كلاس 1 وتقوم بتقديمه للسطح فيبدأ الببتايد. بعد هاي الانتيجين بريزنتنج سيل راح تشوفها ياهي الخلايا يسمونها السي سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت، او يسمونها سي دي 8 بلس. هنا قلنا سي دي 4 بلس، هنا ذكرنا سي دي 8 بلس، يعني نوع من الخلايا تحتوي على ريسبترات يسمونها سي دي كلستر اوف ديفرنشيشن بلس. عمليه التقديم عندما تميز انه هذه الخليه مصابه، شلون تعرف هاي الخليه؟ شلون المناعه، مناعه الجسم عموما شلون يعرف انه هاي الخليه مصابه بفيروس؟ من يشوف انه هاي الخليه تحتوي على انتيجين خارجي، على بيبتايد خارجي مقدم مرتبط ب ام اس سي كلاس 1، راح تقوم بعمليه هنا الاستجابه المناعيه عن طريق السايتوتوكسيك تي ليمفوسايت. السايتوتوكسيك تي ليمفوسايت تقوم بعملية انه افراز سايتوكينات، افراز نوع من التوكسينات، تقوم بقتل الخلايا او تفرز لها اشارات سيجنال انه هاي الخلية مصابة. الجسم هنا بهاي ردة فعله تكون انه هاي الخلية لازم تعاني الموت المبرمج الابوبتوسيس، فتبدي تفرز لها وهنا تحطم الخلية حتى لا يتكاثر الفيروس وينتقل الى خلية مجاورة. نرجع لمحاضرتنا حتى اذا نشوف بها تفاصيل ما مذكورة بالشرح. هنا قلنا تي سيل اقصد بها السي دي سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت، اذا شفتوا هنا السي دي 4 بلس معناه سايتوتوكسيك، الخلايا السمية القاتلة. من تميز انه الانتيجين موجود على كلاس 1 بحالة الاندوجينس، راح تبدي الخلايا تقوم بافراز ديفرنت توكسين، سموم متعددة تسبب تحلل، يا اما تحلل او ابوبتوسيس الموت الممرمج للخلية المصابة، سواء كانت بالفيروس او خلية نقول تيومر سيل. In order to keep cytotoxic
تي سيل فروم كيلينج سيل جاست فور بريزنتنج سيل بروتين. يعني هنا شلون نعرف انه الخلايا طبيعيه تحتوي على بروتينات، مثلا تحتوي على بروتينات ذاتيه، يعني بروتينات ضمن الجسم. فعاده احنا ذكرنا حتى قد تطرقتها بالمحاضره بعمليه الماتشوريشن اوف تي ليمفوسايت داخل الثايموس، اي خلايا يصير تتوجه ضد البروتينات الذاتيه او ضد المستضدات الداخليه، الجسم يحتوي على بروتينات، هذه شلون يميزها الغريب؟ فعمليه الانضاج للخلايا التي داخل الثايموس هي تحدد لنا مصير التي. اذا كانت خلايا التي تتحفز او تنتج ضد البروتينات الذاتيه، هنا يبدي هنا عمليه مسح يسمونها، او الغاء لمخازن الريبرتوير، مخازن او مصادر لهذه الخلايا، فيسمونها تولرنس، تحمل. اذا شوف سيلف تولرنس معناه تحمل الذات. شلون يتحمل الذات؟ يعني ما يتوجه ضد المستضدات الذاتيه، فيسمون هنا العمليه اللي تحدث داخل الثايموس هنا يسمونها نيجاتيف سيلكشن، الاختيار السالب، عندنا اختيار موجب واختيار سالب. الاختيار الموجب اللي يحتوي على السي دي 4 والسي دي 8، هاي عمليه الانضاج ما اعتقد تطرقتها اللي ما موجوده بالمحاضرات، والعمليه هنا السالب اللي تقصد به الخلايا اللي تتوجه ضد المستضدات الذاتيه يقوم بعمليه الانضاج، يصير لها نيجاتيف سيلكشن وتقوم بحذفها ومصادرها من الثايموس. مثلا بعد ما ذكرنا انه بالاكزوجينس انتيجين السيتوكين، انها من يحفزها الانتيجين بريزنتنج سيل تحفز التي هيلبر سيل، وذكرنا ان هي عباره عن السي دي 4. فالسي دي 4 بعد شنو نهايتها تفرز تصبح محفزه، يسمونها افكتر سيل، مصادر يسمونها افكتر سيل. من يصير افكتر سيل راح تبدي تفرز سايتوكينز. سايتوكين عباره عن مواد قادره على تحفيز السايتوتوكسيك تي ليمفوسايت. يعني لا تصورون فتشي المناعه كل شيء منفصل خليه عن خلايا، لا، فتشي ارتباط، هاي تحفز خلايا السايتوتيك ليمفوسايت حتى تحطم الانتيجين. بالاضافه الى الانتيجين بريزنتك بي سيل تحفز الخلايا البي على انتاج الاجسام المضاده. احنا قلنا البي هي تميز الاجسام المضاده، هي تفرز تصير بيها تمايز الى البي سيل وتنتج الاجسام المضاده، بالاضافه تحفز الماكروفيج حتى تزيد كفاءه عمليه الفاجوسايتوسيس، بالاضافه الى جزيئات اخرى بها تفصيل اكثر. لهنا اعتقد الكلاسيفيكيشن اوف انتيجين يعني اعتقد وافينا، واذا اكو سؤال بس ذكروا انه بمساحه المشاركات رجاءً.